بس قبل ما اخش على حاجه جديده، في حد من الحاجات اللي ورا مش فاهمها؟ مفهوم؟ طيب اتكلمنا اول يوم عن البلاننج اللي بيحصل في اي سيستم. اي سيستم في الدنيا بيمشي مع مختصر، بيمشي بخطوات، وكانت الخطوه الاولى كانت تخطيط، وبعد كده الخطوه الثانيه تحليل، وبعد كده الخطوه الثالثه تصميم، وبعد كده تنفيذ، وبعد كده اختبار وصيانه، وبعد كده بدانا ان احنا نشرح التخطيط اهو، وبعد كده عملنا التحليل، قلنا في التحليل نجمع معلومات، وبعد كده نشوف المطلوبات، بعد كده نرسم يو ام ال. اليو ام ال اول رسمه جابتنا كانت يوز كيس، وبدانا نرسمها الحمد لله، وبعد كده شرحناها بالتفصيل، بعد كده خدنا حاجه اسمها ديب دي اللي احنا قلنا اختصار لداتا فلو دايجرام، والداتا فلو دايجرام قلنا ان هي بتتكون من اكثر من ليفلز، والليفلز بتاعتنا بتاع الداتا فلو دايجرام كان اول ليفل عندي كان الكونتكست دايجرام، وبعد كده ثاني ليفل اللي هو مين؟ اللي هو الليفل زيرو. ليفل زيرو وبعد كده ليفل 1. طيب الليفل كونتكست دايجرام حد يعرفه لي كده؟ تعريف ليه كده يا هاجر؟ تعريف كونتكست او الداتا فلو دايجرام عامه غير الكونتكست. الداتا فلو دايجرام عامه لا مخطط. الداتا فلو دايجرام هو مخطط وسكت. حد يكملها بقى؟ هو مخطط. هو مخطط يوضح انتقال. شوف يوضح انتقال من اسمه داتا فلو دايجرام. هو مخطط يوضح انتقال بيانات. ما هو لازم تبقى عارف الكلام ده على الاقل في الترم الاول. انا مش بقول لك ان على الاقل في الترم الاول لازم تبقى عارفها، وبعدين هو سهل. هو مخطط يوضح انتقال ايه؟ البيانات. تمام؟ منين لمين؟ ما بين الكائن الخارجي والنظام او العمليات وايه؟ والداتا بيس. في مشكله في كده يا مبتسم؟ طيب نهار الكونتكست دايجرام بقى او الليفل بقى احنا عرفنا الدي في دي. هي قالت الدي في دي هو مخطط يوضح انتقال البيانات ما بين، راحت قالت ما بين الكائن والنظام والداتا بيس. تشكر في الغرب. انت بقى لو بقول لك الكونتكست ايه هو بقى؟ الكونتكست دايجرام تعريفه. صح، الله ينور عليك. قلنا هو مخطط مبدئي اولي. ايه تاني؟ غير مفصل، غير موضح، غير موضح كل التفاصيل اللي انت كنت مرة تغلط فيه، صح؟ طيب يبقى الكونتكست دايجرام هو النموذج السياق. ما النموذج السياق؟ غير واضح، غير مفصل، او غير ايه؟ او نقدر نقول عليه مبدئي، حاجه مبدئيه اوليه. تمام؟ لا يحتوي على الداتابيز، ما فيهوش غير كام عمليه؟ عمليه واحده اللي هي رقم زيرو. في مشكله في كده؟ طيب وعرفنا الرسومات اللي هنشتغل بيها في الديف دي، قلنا الكائن الخارجي هيبقى بالشكل المربع، الكائن العمليات هتبقى بالشكل البيضاوي شويه كده شكل المربع اللي في كده، وبعد كده السهم اللي هنوصل بينهم، وبعد كده الداتا ستور اللي هي ما ظهرتش معانا المره اللي فاتت. الداتا ستور ما ظهرتش معانا في الكونتكست، لان الكونتكست لا يحتوي على مين؟ على داتا ستور، بيحتوي على عمليه واحده فقط اللي هي مين؟ لا ممكن يبقى ثلاثة أو أربعة أو خمسة على حسب السيستم، على حسب الكائنات بتاعتك. تمام؟ ممكن تديني اللي أنت عملته على فلاشة؟ الكونتكست. الكونتكست دايجرام بس. في الداتا فلو دايجرام. ده الرسومات اللي هنرسمها. ورسمنا أول كونتكست دايجرام، أول ليفل اللي هو كان كونتكست، وبدأنا بيه قلنا ده النظام اللي هو رقم زيرو، اللي هو نظام إدارة الأعلاف الأدوية والأعلاف. لحد كده في مشاكل؟ حد عنده مشاكل؟ وبدأنا الراجل الطيب ده رسم الكونتكست، هناخده منه وهنكمل عليه. مش هنكمل عليه، هو كونتكست كده خلص. هناخده نكمل الليفل اللي بعده اللي هو ليفل كام؟ ليفل زي. خلاص كده؟ يلا محمد مصطفى. هو تقريبا خط سير البيانات. الله ينور عليك، هنحط خط سير البيانات، هيظهر عندي بقى اللي هي بنقول عليه هاجر، هيظهر بقى في داتا بيز بقى، هيظهر كيف خط سير البيانات هتنتقل ازاي البيانات هتروح للداتا بيز، فالشكل ده هيوضح، هيبقى موجود، الشكل ده هيبقى موجود، في الداتا فلو دايجرام الكونتكست ما كانش موجود، هيظهر معانا دلوقتي، معاك ولا نجيب اللي احنا رسمناه؟ طيب هات. شايف مختصر بعد اذنك. بعد اذنك معلش، انا اسف. بقول لهم احنا المره اللي فاتت هنا مش لاقي، بقول لهم عايزين داتا شو في الرقم 11. احنا كام؟ 6. قول ده شو مرة عشان ما غير ان هو مفيش اغلب اللي في الحجز ده شو الو الو
مش لازم يعني. طيب طب بتعملها بسرعه الالوان بقى انتوا لازم تشاركوا يا شباب في الحاجه اللي بتتعمل، يعني مش واحد بس يشيل المشروع، هو كويس وكل حاجه بس احنا على جنب. انا لسه بقول النهارده كده بكره محمود قاعدنا على اللاب وشغال. لازم على جنب وانت شغال كده. ما ينفعش انت تبقى شغال واحنا بنختار بنفهم بس. لا لازم كله يشتغل. فين يا باشا؟ علشان النهارده اللي هو كله ايه دوت ده اللي هو كله ايه ده؟ اللي هو في بيقول لك انت حابس صح؟ هو معهوش؟ لا ما انا قلت له علي حاضر. الاعلاف تقول طيب ابتسم. ادي الرسمه بتاعتنا اهي. زميلكوا راسمها. دي اللي كانت مكتوبه ولا لا؟ ده هو رسم. ادي ده اليوز كيس. طيب فين الديب دي؟ جنبيها صح؟ ها؟ البيج الثانيه اللي جنبيها. ده الديب دي. لا فين الراوتر؟ هاي هنا؟ الراوتر الكبير ده رقم دي؟ بس ده يوز كيس دي؟ ده ما هي جنب اليوز كيس تحت. ما ممكن تكريت اتنين بيجا. تحت كده تحت كده. طيب عايز ايه؟ هنا جالك ايه يا ابتسام؟ بص كده زيرو تاني؟ لا لا دي ألف دي. أنا أصلا كان في حاجة عايزها اللي هي مثلا الأكتيفيتي الحاجات اللي بنستخدمها فيها يعني مثلا مش مشكلة عادي. مش دكتور؟ لا لا طالب. طالب؟ طالب. مدينا دلوقتي يعمل في المشروع. مش مشكلة يا عم. عمر؟ يا لهوي. تيجي معانا ولا حاجة؟ لا مش معانا. مش بيجي معايا؟ لا ما جاب مع محمد رضا. عارف محمد رضا؟ لا لا واحد كان معايا في الجامعة. ماشي. أو استنى اشتغل السنة دي؟ وقال لك إيه؟ واخد الجامعة كلها. في مثلا عادي. واخد الجامعة كلها إيه؟ ونشأة برضه شغال. لا محمد رضا مش من الجامعة. مش من الجامعة بس أول سنة اشتغل ولا شغال قبل كده؟ لا أول سنة اشتغل. فتلاقيه في الجامعة كلها عشان هو عارف إن مش متاح. مش متاح. مش متاح إزاي؟ كل المتاح تبقى أصلاً مع أكثر وزارة في الحتة دي. يعني إحنا جايين وعارفين إحنا رايحين فين؟ طيب النظام اللي أنتوا شايفينه ده هو رسمة مين؟ الكونتكست صح؟ عايزين نطلع منه مين؟ ديف دي اللي هي ليفل زيرو. عشان نرسم الرسمه دي لازم بنجي قبلها ليدي الاولانيه الكونتكست. لما جينا نرسمها رحنا فتحنا قبلها اليوز كيس ورحنا تملينا كل عمليه من العمليات دي. قلنا البائع بيعمل ايه وخلينا الداتا اللي بتنتقل منه نشوفها بتنقل بتنتقل منه ولا ليه بتنتقل منه ولا ليه وعملنا الرسومات دي صح؟ يبقى الكونتكست خدنا منها الايه اليوز كيس خدنا منها مين؟ الكونتكست. رسمنا مين؟ الكونتكست. كذلك الليفل اللي بعده هبص مش لليوز كيس بقى هبص لمين؟ للكونتكست عشان ارسم ليفل مين؟ زيرو. لما احب ارسم ليفل 1 هبص لليفل زيرو عشان ارسم ليفل 1. لو حبيت ارسم ليفل 3 هبص للليفل اللي قبله فكل حاجه اللي قبلها. فانا دلوقتي هرسم ليفل زيرو هبص لمين؟ للكونتكست. الاقي الكونتكست عندي كام كائن خارجي؟ يا راجل ده كان كام خارجي؟ اثنين. يبقى اروح راسم اثنين كائن خارجي، واحد اسمه البائع والتاني الادمن. واحد اسمه مين؟ الادمن. ما هو مش هيتغيروا. اسمه الادمن كده عادي كده ولا المفروض يبقى ليه اسم؟ هو البائع والادمن. ايوه الادمن هو البائع والادمن والادمن ثابتين. في كل الليفلز. البائع والادمن دول ثابتين في كل الليفلز. تمام؟ ثابتين في كله، كائنات خارجيه دي، كائنات خارجيه، ما هم اللي يتعاملوا مع مين؟ مع النظام. خلاص يا انت رحت فين؟ طيب بص يا باشا احنا بنرسم ليفل زيرو ليفل مين؟ فالطبيعي ان احنا هنبص للليفل اللي قبله عشان نرسم الليفل ده. فببص لليفل كونتكست اللي رسمه الراجل وبرسم منه. لما احب ارسم ليفل 1 هبص لليفل زيرو.
لما احب ارسم ليفل 2 ابص ليفل 1 فكل ليفل يبص لجنب. كذلك لما احنا جينا حبينا نرسم الكونتكست بصينا مين؟ اليوز كيس. صح ولا لا؟ هو مخصص لتقبل بيانات، فطبيعي ببص على البيانات اللي قبلها علشان اشوف البيانات اللي محتاجها. فبصينا الراجل المحتصن قال لنا عندنا اثنين كان خارجي اللي هو باعه مين؟ الاقل نزلوا، ده في كل الليفلز هينزلوا زي ما هم، تمام؟ فهبص الاول عمليه بيعملها البائع، اول عمليه بيعملها البائع بيعمل تمام اسم المستخدم والباسورد. ماشي مش مشكله مش ترجيه. المهم بيعمل لوجن، في عمليه من العمليات بيعمل ايه؟ اللي هي البيانات اللي منتقله. بص كاتب ايه؟ اسم المستخدم وكلمه مين؟ المرور اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. اعمل له كوزوم كده اهو اهو. البيانات رايحه منه ولا جايه جاي ليه؟ رايحه منه صح؟ طيب يعني الليفل اللي قبل كده اللي هو الكونتكست كان البايع رايح منه اسم المستخدم وكلمه مين؟ المرور. هنا بقى ايه اللي هيحصل؟ قلنا الكونتكست غير مفصل، غير واضح، غير باين، ما فيهوش داتا ستور. هنا في الليفل ده هيظهر بقى جدول داتا بيس، هيظهر مين؟ داتا بيس. المهم خلينا في اللي هو اسم المستخدم وكلمه المرور. لو انا رسمت لك شاشه كده فيها اسم المستخدم وكلمه المرور وزرار هنا اسمه دخول، تحتوي من الشاشه اللي بتاع السيستم، اليوزر بيدخل الداتا دلوقتي بايديه ولا جايه ليه؟ دخل بايديه الداتا صح؟ كذا 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 ودوس مين؟ دخول. في مشكله في كده؟ يبقى البيانات رايحه منه ليه هو؟ صح؟ تعال نتفق اتفاق مع بعض عشان نفهم الديف دي. اتفق اتفاق من الاول كده قبل ما نروح للديف دي. تمام؟ هيظهر حاجة اسمها مثلا، خلينا مثلا إضافة مثلا مستخدم مثلا الأدمن ده بيضيف مستخدم جديد أو بيضيف باك، تمام؟ أو بيضيف صنف، خلينا إضافة صنف أو إضافة دواء. إضافة مين؟ دواء. مين اللي هيضيفه؟ الأدمن. فرضا إن الشاشة بتاعت أهي اسمه، سعر الدواء، اسم الدواء، سعر الدواء، الكمية مثلا الموجودة منها في المخزن، مثلا الشركة المنتجة، تمام؟ تاريخ الصلاحية، وده سنة مين؟ حفظ. تعالى كده نتكلم كده هاجر مع بعض. دلوقتي حفظ هنا هاجر ماشي، هنا اسم وسعر ومين؟ وكمية. البيانات بتاعتي رايحة من الأدمن للنظام ولا من النظام للأدمن؟ من الأدمن للنظام. الله ينور عليك. يبقى السهم هنا كده هيروح من الأدمن لمين؟ للنظام. للنظام. والعملية دي اسمها؟ هيبقى لها اسم، اسمها ايه بقى؟ إضافة يضيف دواء. دي عملية. هيبقى لها رقم، أنا ما أعرفش رقمها كام، إحنا عرفنا الأولانية كان زيرو بس إيه؟ لها رقم هنا. تمام كده؟ طيب، السهم رايح كده. حلو كده؟ في ليفل الكونتكست ما كانش فيه داتا ستور، ما كانش فيه داتا بيز. الليفل ده لازم يظهر لنا إيه؟ هنا الادمن ده هيضيف البيانات دي اللي هي بيانات مين؟ هتبقى بيانات مين؟ بيانات دواء جديد. انا طبعا المفروض كنت اكتب اسمه وسعره وكميه وشكله ده، بس احنا كنا نلخص الكلام ده في مين؟ في كلمه اسمها بيانات مين؟ مستخدم. حد مش فاهم الكلام اللي بقوله ده؟ فاهمه؟ احنا كنا المره اللي فاتت. طيب هنا كده في الكونتكست كنا بنعمل كده. لا قال لك بقى ما هو ما الداتا دي حضرتك لما تدوس حفظ هل بتقف ولا بتروح للداتابيس؟ لا بتروح للداتابيس. بتحبس مين؟ بتحبس انت اللي بتنشئ حساب في جوجل. مش اول ما تدوس حفظ او تسجيل يتحط لك يوزر جديد عنده، ولما تيجي تعمل يوزر بنفس الاسم يقول لك ان اليوزر ده موجود قبل كده، صح ولا لا؟ حد كده فهمنا بشكل؟ فهنا هيظهر هنا جدول بالشكل ده وهنسميه اسمه جدول الادويه. جدول في الداتابيز، مش عارف انتوا خدتوا داتابيز قبل كده في سنه اولى، بنسمي التيبل ده جدول. التيبل يعني جدول اللي مخزن فيه في الداتابيز. خدتوا داتابيز قبل كده؟ في داتابيز 1 وداتابيز 2. جدول دي يعني حاجه كده مخزن فيها في الداتابيز يا صاحبي. تعرف يعني تيبل؟ طب بص هقول التيبل ده عارف شيت الاكسل؟ الاكسل عارف شيت الاكسل؟ الاكسل تعرف شيت الاكسل؟ طيب الاكسل لما تهزري انت عارفاه بس انت بتهزري معايا. لا والله ما بهزر، انا ما حدش هيعمل اصلا. لا ده اكسل دي مالهاش علاقه. تعرف الوورد؟ طيب ما هو الاكسل ده حاجه شبيهه
اهو انا مفتحه لك هتقولي انا عارفاه، اول ما افتحه كده هتقولي انا عارفاه، اول ما افتحه كده هتلاقيه هو عباره عن ايه، حاجه كده بخزن فيها بيانات، زي مثلا انت عايز تخش تخزن شويه بيانات فيه اهو، ده الاكسل، ده الاكسل حاجه كده بتكتب فيها خلاص. فالجدول عندي في الداتابيز هو حاجه بحتفظ فيها البيانات عشان لما احب ارجع لها ارجع لها. حد كده في مشكله؟ ما بنقول شبوة، حاجه شبه الاكسل كده بحتفظ بيها بالبيانات، اروح حاطط فيها البيانات كده لما اجي ارجع عليه منظمين. بص منظم العمود واثنين ثلاثه اربعه، غير الوورد، الوورد لما تبقى صفحه فاضيه، لكن دي اكسل عارفه. صح اقول لك على حاجه، شفت جدول الطلاب لما تيجي تلاقي ايه؟ في جدول كده جدول النتيجه الطلاب، لما تيجي تحسب الاسم تلاقيهم منظمين، عمود الاسم الطالب لوحده والدرجه لوحده والاسم والرقم لوحده صح؟ ورقم الجلوس لوحده ودرجته في الماده دي لوحدها صح؟ كولم كولم كولم، عمود 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 صح؟ مش دي شكل افضل من ان انا اكتب البيانات كلها كورد؟ فبنقسمها لعمود اسمه وعمود الدرجه بتاعته وعمود مثلا الفصل الدراسي بتاعه. فهو ده التيبل، التيبل يعني ايه؟ جدول متخزن فيه البيانات كامله. في مشكله في كده؟ حد عنده مشكله؟ طيب فالتيبل ده هيجيب لنا قدام لما نيجي ناخد اي ار دي هيبقى بالشكل ده. هيبقى بالشكل ده. هيبقى هنا مكتوب الاسم وهنا السعر وهنا الكميه تمام؟ لما اقول هنا الاسم مثلا اسمه ايه؟ سعره بي مثلا سعره 50 جنيه، الكميه منه 100. الاسم الثاني بي عندي سعره 100 جنيه، الكميه عندي 50 سي. بص متخزن بالشكل ده. لما تيجي تدوري على واحد اسمه بي، بي سعره 100 على حاجه جدول كده متنظم كويس في الداتا. في مشكله في ده؟ طيب هي دي الداتا بيس اللي هناخدها بعدين، يعني مرحله لسه قدام. طيب هنا كده البيانات لما يضيف اليوزر او يدوس حفظ ايه اللي بيحصل؟ تروح للداتا بيس صح؟ فلازم سهم يروح. بص بقى رايحه للنظام للداتا بيس ولا جاي للداتا بيس للنظام؟ انت بتقول هتروح للداتا بيس. الداتا اللي رحت موجوده الداتا في الاول قبل ما تروح هنا كانت موجوده عند الادمن. راحت الداتا بقت فين؟ في الشاشه في النظام. اول ما يدوس حفظ تروح للداتا بيس. السهم هيبقى كده ولا هيبقى كده؟ لا هيبقى تحت. ايوه الله ينور عليك. يبقى رايحه لمين؟ للداتا بيس. واكتب عليه نفس الكلام بينها الدواء الجديد. سهلة ولا صعبة؟ تمام كده تمام؟ تمام. لو البيانات جاية بقى من الداتا بيس، لو جاية فرضا أنا ببحث عن حاجة، يبقى البيانات هتعمل إيه؟ تنزل. بس في حالة الإضافة، في حالة الإضافة هي رايحة. تعالوا نقول مثلا حاجة زي التعديل، حاجة زي إيه؟ التعديل. التعديل. صلى على رسول الله. خلينا في الحذف الأول، الحذف. حذف، حذف يعني ايه؟ حذف يعني امسح، يعني اجي عند ده اللي انا مسحته من سنين نسيت امسحهم، جدول اهو عندك، عندي A وB، A وB وC وخلاص اعرف الكميات بتاعتي، عايز احذف في نمرة B. تخش على مين؟ اروح احذف صح؟ طيب صلى على رسول الله، جبت لكم مثال كده ورقة كده معلش ورقة كده ورقة كده ورقة هتدفع ورقة كده. قلت لكم مثال هنا كده، قلت لكم انا لو عندي ورقة مكتوب فيها اساميكم، اي واحد جديد بيجي محتصر كتبت اسمه صح؟ ده انا مسحت لك اللي انت بتكتبيه؟ لا لا طيب كتبت محتصر كتبت مين؟ محتصر اي حد جديد بيجي بكتب كتبت اسمه بعد كده محمود بعد كده الراجل اللي طيب ناصر ناصر بعد كده ايه؟ حلو هاجر لسه ما جاش اول ما جات رحت بعد ايه؟ كتبت مين؟ لحد كده حد مش كده؟ تمام هاجر جاي تمسح اسمي عايز امشي انا همسح على طول ولا لازم ادور عليه؟ ادور في حاله الحذف لازم ابحث، في حاله الحذف لازم ايه؟ اروح واحد جديد انا ادور عليه ولا اضيف على طول؟ اضيف اروح اضيف اروح ثاني رجعت امسح اسمي رحت دورت عليها كده مختصر هاجر ورحت شطبت عليها يبقى قبل الحذف لازم يحصل ايه؟ سيرش الله ينور عليك ركز معايا في الحته دي عشان الحته دي معايا الدي دي كلها ركز معايا طيب لما اديكم مثال اهو على ورقه طيب اروح ايه جاي تعدي الاسم جالت اسم آية محمود بس رحت انا كنت كاتبها آية محمد عشان تعدي لحد لازم تعمل ايه؟ بحث برضه رحت لقيت اسم آية قلت آية محمود اهم حاجه السيرش يبقى لا ما مش في كل الحالات يا ابني الاضافه مش
مش بعمل سيرش في التعديل، في التعديل وفي الحذف. يبقى التعديل يلزمه حذف، يلزمه بحث، الحذف يلزمه بحث، الاضافه ما فيش سيرش. لان انت عشان تعمل حاجه تعديليه لازم تسلكتها ولازم تختاريها عشان تعديليها. طب حاجه عايز تحذفيها لازم تختاريها عشان ايه؟ تحذفيها. حاجه عايز تعديليها لازم تختاريها عشان تعديليها. طب حاجه عايز تضيفي دي هتضيفي دي على طول. في مشاكل في الرياضه؟ في مشاكل؟ فانت عايز تحذف مين؟ عايز تحذف تحذف آية. تمام؟ في حالة الحذف لازم نعمل بحث، لازم نعمل مين؟ بحث. تعال نشرح البحث بقى. فرضا انت بتبحث عن دواء، خلينا عشان نوصل للحذف، جينا منين؟ جينا نعمل الحذف اللي جينا عايزه ايه؟ بحث، عايزه مين؟ بحث. رحت قلت هنا بحث. حد كده حد عنده مشكلة؟ تمام. حد عنده مشكلة في اللي انا قلته ده؟ البحث ايوه طيب. البحث ده عشان نبحث ايه اللي يحصل؟ انت هتبحث عن مين؟ عن آية صح؟ لا انا ببحث عن دواء اسمه ايه؟ ايه مثلا؟ اسمه ايه؟ طب ممكن ما ابحثش باسمه، انا ممكن ابحث بالسعر بتاعه، اشوف كل الادويه اللي سعرها 30 جنيه كود، ممكن ابحث بالكود، ممكن ابحث بايه؟ باي حاجه صح؟ في اي بمعايير البحث صح؟ وانت بتبحث بتكتب اسمه ولا لا؟ انت بتكتب للنظام اسمه، يبقى البيانات عندك ولا عند النظام؟ عند لا عندك. انا دلوقتي بكتب لسه، انا في زرار اسمه بحث اهو، الشاشه بتاعتي هنا بحث، وهنا بيقول لك اكتب الكلمه اللي بتبحث عنها. رحت كتبت ايه؟ كلمه ايه دلوقتي موجوده فين؟ عندي. رحت كتبتها راحت فين؟ للنظام. دوست بحث، بحث يعمل ايه؟ اروح يجيب الداتا من الداتا بيز ويجيب لي واحد اسمه ايه؟ ايه؟ تعالى نقول الحته دي تاني. زي كده على كده بتبحث عن واحد. لما نبحث عن صديق على الفيسبوك تعمل ايه؟ تكتب اسمه. بكتب اسمه او الايميل بتاعه او رقم. البيانات دلوقتي قبل ما تبحث موجوده فين؟ عندك. رحت دوست كتبت اسمه. ممكن راح يقول لي انا بكتب موبايله، مكتوب ايميله، فكتبنا في شاشه البحث ودوست زرار مين؟ بحث. طيب خلي دي اللي هي بحث اهو بيبحث، يبقى الداتا رايحه من هنا، واكتب هنا مثلا الاسم بتاعه او موبايل او الايميل. انت بتبحث عن صديق يا اما باسمه يا اما موبايل يا اما ايميل. هنا بقى ممكن تبحث عن الدواء باسمه او سعره او الشركه بتاعته او مثلا اي حاجه عايز تبحث الحاجه اللي يبحث عنها. البيانات رايحه من الادمن للنظام ولا جايه من النظام للادمن اللي هو بيكتبها دي؟ من الادمن للنظام رايحه للادمن. معايير البحث. طب ليه كتبت له معايير البحث؟ اصل انا مش عارف يبحث بايه. كتبت معايير دي يعني اي حاجه انت عايزها، معايير يعني انت عايز الاسم ماشي، الاي دي ماشي، الكود ماشي، الشركه المنتجه ماشي، اول حرف من اسمه ماشي. فكلمه معايير البحث دي يعني معناها اللي انت عايز تبحث بيه. بدل ما اكتب ايه؟ اسمه او سعره وكميته وكذا وكذا وكذا، بكتب معايير مين؟ معايير البحث. معايير البحث. اسال سؤال بقى. معايير البحث دي تروح للداتابيس ولا الداتابيس هترجع نفس الحاجه اللي موجوده في معايير البحث؟ يعني انت بتبحث مثلا عن احمد، انت كتبت كلمه احمد، السيستم خد منك كلمه احمد، مش المفروض السيستم هيكون بالواجب بتاعه بيروح يدور في الداتابيس على واحد اسمه احمد؟ ولا بيروح يضيف واحد جديد اسمه احمد؟ الله ينور عليك. يبقى دلوقتي النظام بيرجع له كل اللي اسمه مين؟ اسمه احمد صح؟ فالداتا تبقى جايه كده ولا رايحه للداتابيز؟ لا جايه في البحث جايه هنا، واقول له هنا مين؟ النتيجه. طب الداتابيز ايه اللي عرفها ان انا دلوقتي في النظام؟ السيستم. السيستم بياخد منك، السيستم بياخد منك احمد. حلو كده؟ خلينا بس بنبحث عن دواء اسمه ايه؟ بنبحث عن دواء اسمه ايه؟ ايه؟ تبحث باسمه ولا بالسعر؟ قالت باسمه، ورحنا هنا كتبنا ايه؟ السيستم خد كلمه مين؟ الوقت في الشاشه دي بقى موجود كلمه مين؟ ايه؟ السيستم يروح يجيب كل الجدول ده عنده، الجدول ده يبقى عنده، وبالجدول اهو يروح اهو الجدول اهو رجع بيه اهو، عنده كل ايه؟ وعنده بي وعنده سي وعنده دي، في مشكله كده؟ السيستم بقى عنده كلمه وعنده كام؟ جدول، عنده كلمه وعنده ايه؟ يمشي ياخد الكلمه دي يدور عليها في وسط الجدول ده. مش مفروض يرسمها؟ مش مفروض يرسمها؟
يا ابني استنى يا ابني، خلينا نركز في الكلمه اللي بقولها. السيستم دلوقتي خد الكلمه من مين؟ من المستند في حاله البحث، وراح رجع بمين؟ بالداتا. دلوقتي السيستم دلوقتي ماسك كام حاجه في ايديه؟ حاجتين، الجدول كله وعنده ايه؟ الكلمه اللي بيبحث عنها. بيعمل كومبير، يعني ايه كومبير؟ بيقارن، بيقارن هل الكلمه دي موجوده في الجدول؟ اه ولا لا؟ يروح يرجع النتيجه. سواء ايوه ولا لا؟ يرجع النتيجه، يبقى نتيجه البحث. اسهل من كده مفيش. انا بقول لك نتيجه البحث لو مش طالعه من الداتا بيس، لو طالعه من السيستم نفسه. بقول لك نتيجه البحث المفروض السهم بتاعه. لا، نتيجه البحث راجعه من الداتا بيس رايحه للسيستم، لان الداتا رجعت من هنا. معلش، ده كده مش نتيجه البحث، نتيجه البحث هترجع لليوزر هنا، معلش، بس هيرجع من هنا ايه؟ كل الداتا، انت صح، كل الجدول، كل الادويه، كل الادويه، انا اسف، ان هو بيرجع له كل الادويه، ومعاك انا لسه قايلها لك حتى بقول لك بيرجع له الجدول كله، وهنا مع مين؟ مع الكلمه، ادي الجدول كله، بيقارن الجدول بمين؟ او بيقارن الكلمه بيها؟ بالجدول، هنا في مثلا بيدور على كلمه اسمها اف. هنا ايه؟ هنا بي، هنا سي، هنا دي. هل في اف هنا؟ لا. بيقارن، هل كل الدوري كل الدوري وهو معاه كلمه مين؟ مع كلمه اف، هل اف هنا؟ النتيجه هنا. هيرجع ها؟ يروح يرجع لليوزر مين؟ النتيجه بتاعته. تعالوا تعالوا مثلا. انا دلوقتي عملت معايير البحث. ماشي. خدت على النظام. الله ينور عليك، ده اللي عايز اقوله بقى. اوعى ده لسه عايز اتاكد، يعني انا كويس ان انت رحت لدي. بص بقى، اوعى نروح للداتا. ما هي اللي عايز اوصل لك. زميلك بيقول لك المفروض اروح هنا الاول، صح؟ اوعى بقى، بص بقى، خد بالك، اوعى نروح للداتابيز غير في ثلاث حالات بس، في ثلاث حالات بس. هما المفروض اداره كام حاله؟ اللي هما بحث واضافه وتعديل وايه؟ حسب. احنا بنروح للداتابيز في ثلاث حاجات. الحالة الأولى لو هنضيف. لو هنعمل مين؟ هتزود في ده. بص احنا مش بنروح للداتابيز غير لما يحصل تغيير. غير لما يحصل ايه؟ تغيير. الله ينور. احنا اليوم حد بصيص. حد نور كشاف. النور قطع. احنا مش عايزين أي حاجة. حد بصيص ده. احنا مش عايزين الداتا تشوف حاجة. طيب. صلاة على السلام. انا كويس ان انتوا اتلخبطتوا في الحته دي، عشان احنا عايزين نثبت المعلومه دي حتى لو داخله في الدرج ورا. احنا عمرنا ما هنروح للداتابيز غير لما يحصل تشينج. تشينج يعني تغيير. امتى بيحصل تغيير في الداتابيز؟ انت عندك جدول دلوقتي او عندك الكراسه دي الورقه دي، امتى بيحصل تعديل؟ اسالك سؤال، انت بتدور على واحد، انت بتدور على واحد في الورقه دي، هل غيرت في الورقه؟ الله ينور عليك. لما تيجي تحذفي واحد، غيرت في الورقه ما غيرتيش؟ غيرت في انت ايه؟ غيرت في الداتا بتاعتك. لما تيجي تضيفي واحد، غيرت في الورقه ما غيرتيش؟ طيب يا هاجر، لما تيجي تعدلي في واحد، غيرت في الورقه ما غيرتيش؟ غيرت كده اسم. لما تيجي دورت على واحد، تدور عليه تبحثي، غيرت في الورقه ما غيرتيش؟ بحثتي دورت عليه تشوفي هل غيرت في الورقه؟ لا. يبقى احنا مش بنروح للداتا بيز غير في ثلاث حاجات، لا اما هنضيف حاجه جديده، لا اما هنحذف حاجه جديده، هنحذف حاجه موجوده، لا اما هنعدل. قال بس حد البحث ما يروحش للداتابيز. عارف اروح امتى؟ اغير في الجدول، اعمل في الجدول. لكن لو انا ابحث، الداتا جايه من الورقه ليا. بص بص، الداتا جايه من الورقه ليا، انا دلوقتي بدور على واحد، الداتا فين موجوده؟ في الورقه. الداتا بدور عليها موجوده في الورقه، فرجعها لي انا. فانا اروح للسهم الداتابيز ولا هي تجاري؟ المعلومة جاية ليا. فهو بالذات كده. أنا دلوقتي خلينا نمثل مثلا الفيسبوك. دلوقتي أنت بتبحثي عن أحمد محمد. دلوقتي وأنت بتبحثي مش بتكتبي اسم أحمد محمد؟ كتبت اسم أحمد محمد. البيانات بتاع أحمد محمد دلوقتي موجودة فين؟ عندي. بدأت حاططها في السيستم. السيستم خدها. يا ترى بياخدها ويروح يبدأها في الداتابيز؟ الله ينور عليك. ده بيعمل إيه؟ بياخدها ويخليها عنده. ويروح في الداتابيز بتاعته. يخلي الداتا بيس كلها تيجي عنده، يبص في الورقه اللي عنده. اعتبر ان الفيسبوك كده بيبص الورقه، بيبص هنا على احمد محمد ويبص في الورقه، هل في حد اسمه احمد محمد؟ يروح يقول له يرد له لا. فالمعلومه جايه كده وجايه له كده بالبلدي كده. السيستم بياخد من اليوزر البيانات،
بعد كده اعمل لهم كومبيل. اسالك سؤال، هو انا دلوقتي لو انا معايا ورقه وكاتب ايه اسماء كتير، واحد دلوقتي بيسالني بيقول لي ايه هو اسمي مكتوب؟ تتخيل دلوقتي هو اسمه مكتوب، المعلومه دلوقتي انا المفروض اقول له انت اسمك ايه صح؟ هساله اسمه ايه؟ الاسم ده جاي من مين؟ من هو رايح لمين؟ ليا اللي انا نظار. حلو كده؟ انا اخد الكلمه دي اعمل ايه؟ اجيب الورقه، بص اجيب الورقه وتيجي عندي، ولا انا راح احطه في الورقه؟ اروح تيجي عندي واروح اخد الاسم ده واقارن بيه، لو هو موجود اروح ارجع له اقول له اسمك موجود، لو مش موجود اقول له اسمك موجود. يبقى بص في حاله البحث بيعمل ايه؟ السيستم بياخد من اليوزر معايير اللي عايز يبحث عنها وبيجيب الداتا من الداتا بيس، يعمل له مقارنه وبعد كده يرجع لمين؟ للراجل اللي كان بيبحث النتيجه بتاعته، انت كان موجود ولا مش كان موجود؟ بس هي عملت البحث كده. تعالى كده نمثلها كده. سهل، اسهل حاجه البحث ده. بص البحث دي اسهل حاجه موجوده عندك اساسا، فانت ما تتلخبطش بيها. يلا كده، ها؟ يلا تعالى كده بس نبحث عن مثلا مستخدم. البحث عن مين؟ عن المستخدم، عشان تبقى شبه الفيسبوك. انت شاشه البحث المستخدم تكتب هنا ايه؟ الاسم بتاعه او الايميل او الموبايل، صح كده؟ في مشكله كده؟ طيب بتكتب هنا البيانات بتاعته، وفي الاخر بتدوس على زرار اسمه مين؟ بحث. دلوقتي اليوزر لما هيكتب البيانات بتاعته فين دلوقتي؟ ما تتلخبطيش يا هاجر. اليوزر هيكتب ايه؟ الاسم او الايميل او الباسورد، البيانات فين دلوقتي؟ أريح لمين؟ للشاشة، عشان الشاشة يعني ايه؟ وصل؟ فالسهم هيبقى كده ولا هيبقى كده؟ حلو، واركب عليه مين؟ الاسم او الايميل او الموبايل، بس انا هختصر الكلام ده واقول له معايير مين؟ معايير البحث. يعني ايه معايير البحث؟ يعني أي حاجة أنت عايزها. حلو كده. آه عشان أنت مركزة معايا. معايير البحث دي اللي هي الاسم او الايميل او الموبايل، هياخدها النظام ويحطها في الداتابيس يا ترى؟ الله ينور عليك، مش هيحصل، ما يحصلش. هل وانت بتبحث بتروح تضيف في داتابيز ولا اللي بيحصل ايه؟ الداتابيز هي اللي بترجع. الداتابيز هي اللي ايه؟ السهم كده ولا السهم كده؟ السهم من الداتابيز للنظام. اه النظام دلوقتي في الحاله اللي هو فيها دلوقتي عنده كام حاجه؟ حاجتين، الكلمه اللي انا ببحث عنها، فرضا الاسم اللي انا ببحث عنه اسم محمود، وعند كل المستخدمين رجع لي. يبقى هنا انا عندي السيستم دلوقتي اصبح عنده جدول بكل البيانات وعنده كلمه، بيعمل ايه؟ بيقارن الكلمه موجوده في الجدول ولا مش موجوده. حلو كده؟ لقى النتيجه، رجع له مثلا النتيجه رجع له خمسه باسمه محمود، هيسيبهم عنده ولا يروح يحطهم في الداتابيز ولا يرجعهم للراجل اللي كان بيدور؟ يلا يا انا دلوقتي دورت على محمود ده، لقيت في الجدول بتاعي خمسه اسمه محمود. خمسه اسمه محمود دول اروح احطهم في داتابيس ولا ارجع للراجل اللي كان بيدور؟ رجع للراجل اللي كان بيدور. اه فهرجع له كده مين؟ سهل، واكتب عليه مين؟ نتيجه البحث. لحد كده حد عنده مشاكل؟ وده اللي بيحصل عندك في الفيسبوك، بس مش بتاخد بالك، بتدور مثلا على ايه، اول ما تكتب ايه وتدوس انتر مش بيجي لك لستة كده واحد اسمه ايه محمد ولا ايه محمود ايه محمد. ما هو انت بتعمل ايه ده؟ مش هو اللي بيحصل معاك كده؟ البيانات كلمه ايه دي اختي موجوده فين قبل ما تكتبيها؟ موجوده عندك، كتبتيها راحت لمين؟ للسيستم. السيستم خد الكلمه دي راح دور في الجدول اللي عنده وراح حطها في الداتابيز ولا راح رجع لي بالنتيجه؟ حد مش فاهم البحث؟ تمام. ايه يا باشا؟ تمام؟ حد مش فاهم البحث؟ تمام. يبقى البحث ما فيهوش حاجه اسمها اروح للداتابيز، ما اروحش حاجه لمين؟ للداتابيز. عملنا البحث، تعالى نعمل الاضافه. تعالى نعمل مين؟ اضافه اروح للداتابيز. الله ينور عليك. انا هضيف مستخدم جديد، احتمل ان الشاشه اهو بتكتب اسمه وتكتب الباسورد بتاعه وبتكتب تاريخ ميلاده وبتكتب الايميل وفي الاخر بتدوس زرار مين؟ هل الاضافه يلزمها بحث؟ ده. الحمد لله يلزمها بحث؟ لا. لا بس ايوه العمليه يسميها بقى ايه؟ البحث عن كذا. اه العمليه دي سهله، يبحث عن اللي انت بتبحث عنه. البحث عن مستخدم، اللي انت بتبحث عنه اسم العمليه نسميها دكتور. انا بحط دلوقتي دماغك لوجيك، ما بحطش دلوقتي اي حاجه، انا بحط لوجيك اللي في دماغك دلوقتي. تعالى نمثل عمليه مين؟
الاضافه متاخر اسمه واكتب الباسورد واكتب تاريخ ميلاد وهدوس مين حفظ. البيانات دي موجوده فين؟ ولا عند السيستم؟ اعمل ايه بقى في الحاله دي؟ ابعتها للسيستم. ابعتها للسيستم بس انا اروح فين؟ واكتب بيانات من السيستم للداتابيز. الله ينور عليكي. راح السيستم مش هيخزنها عنده، ده السيستم هياخد البيانات دي ويروح يوديها فين؟ لا مش هترد. ما بتردش، بياناتك بتروح تحفظ في الدرس خلاص. ترد لو انا حبيت ابحث عنه. ما بتردش. انا بمشي في الهابي كيس ان انت حفظت خلاص. انت لو عايز تجيبه ابحث عنه تاني بقى وهات. بس ادي الاضافه الحمد لله فاهمينها. البحث فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ يبقى الاضافه اهي اللي هي رايحه للادمن للنظام للداتابيز. البحث بقى البحث دي مشكلتها مشكله ان انت لازم تدي له معايير البحث، السيستم يروح يجيب الداتا بيز ويروح يرجع لك نتيجه ايه؟ البحث لازم يعمل كومبير. فثلاث اسهم دي بص، سهم رايح جاي من الداتا بيز ارجع لك. ما هو انت بتبحث عن حاجه مش السيستم لازم يرد عليهم؟ هي اصعب بس من الاخر كده اللي هو الاضافه والحصر والتعديل سهمين. انا مش عايزك تحفظه، ما انا عايزك بس تفهمه. سهمين تمام. في مشكله كده؟ تمام. في مشكله كده؟ حد عنده مشكلة؟ ها؟ تمام. طيب تعالى نعمل مين؟ الحذف. تعالى نعمل مين؟ الحذف. أنا مخزن الحذف لحد الآخر. أنت قلت يا دلوقتي الحذف يلزمه إيه؟ سيرش. بحث. الله ينور عليك. يلزمه مين؟ بحث. يبقى لازم نعدي على البحث الأول عشان تحذفيه، مش لازم أبحث عليه في الأول عشان أحذفه؟ وعشان التعديل لازم يحصل له إيه؟ أبحث عنه عشان ايه؟ لحد كده حد مقتنع؟ عشان تحذفه لازم تبحث عنه. البحث. ها؟ وعشان تعمله لازم تبحث عنه. يبقى السيستم بتاعك لو ما فيهوش عملية في إضافة وفي تعديل لازم قبل يوم يمشي على مين؟ على البحث. هل الإضافة يلزمها بحث؟ فرحنا لذلك عملنا مين؟ الإضافة. في مشكلة كده؟ طيب. تعالى نعمل الحذف بقى. هنعمل مين؟ يحذف مين؟ يحذف مثلا دواء. هتدور على دواء وتحذفيه، صح؟ راجع قال لي فينا ركز معايا في الحته دي. ادي الادمن اهو. تمام كده؟ هيحذف صح؟ في عمليه اسمها مين؟ يحذف دواء. صح كده؟ يعني دواء لها رقم، ما اعرفش رقمها كام مثلا لوحدي. اعتبرنا ان لها رقم ده يعزف الدواء. مين اللي يعزف؟ الادمن. يبقى هو اللي هيدي البيانات اللي هيعزفها. هل ينفع يعزف حاجه غير لما يدور عليها؟ يخش على البحث الاول. فقال لك ان السيستم اساسا هيبحث قبل ما يعزف. يبحث عن دواء. وعشان اقول ان الحذف يلزمها بحث بعمل سهم ريكوايرمنت. عارفين حاجه اسمها انكلود واكستندد؟ ان انا ما ينفعش اوصل لدي غير لما اعدي على مين؟ زي مراحل كده، ما ينفعش اعمل واحده قبل الثانيه. يبقى عمليه الحذف دي بقول له عشان تعدي لازم عشان تجي لها لازم تجي لها منها. بص السهم اقول له انت دي عشان ايه ده؟ هو ايه اللي انت بتعمله بتهببه ده؟ انت بتوصل عمليه بعمليه؟ اقول لك ما ينفعش توصل عمليه بعمليه، ده العمليه بعمليه عشان اقول ان العمليه دي مترتبه على مين؟ على دي. احنا في الطبيعي بتاعنا في الديب دي او في اليوز كيس بنوصل كائن بنظام او نوصل كائن بعمليه، مش احنا لما كنا بنرسم في الديب دي اللي هي الكائن الخارجي عمرنا هذه دايره شكل دايره. الكائن الخارجي ده هل كنا الكائن الخارجي كان بيروح يكلم كائن خارجي؟ لا مستحيل. هل ينفع لازم نظام؟ هل ينفع يروح يكلم داتا بيس؟ ده مستحيل. يكلم نظام. يكلم مين؟ دلوقتي اللي حصل ايه؟ ان النظام بيكلم نظام. اقول لك لا ده دي بس مش عشان اقول له ده بيتكلموا بعض، اقول له عشان مش هينفع تحذف غير لما تعمل ايه؟ تبحث. فبعمل السهم حتى ما اكتبش عليه حاجه بس اسيبه كده. تمام؟ ما اكتبش عليه حاجه بس كده. اقول له عشان توصل لايه لازم تعمل ايه؟ يبقى الادمن هيبحث الاول. عمليه البحث ممكن تمثلها لي يا جو؟ الادمن يحذف لا البحث. هنعمل البحث الاول
يبحث عن دواء. عشان يبحث يعمل ايه؟ معايير مين؟ يعمل لها شويه معايير البحث. لازم يدور على الداتا بيس. يدور في الداتا بيس. الداتا بيس هي هترجع له بكل مين؟ لا مش بنتيجه بقى، ترجع له بكل الداتا، كل الادويه. كل مين؟ لسه الوقت ما عرفتش الحاسس، فانا برجع للبحث اهو. كل الادويه. البحث اللي يحصل نتيجه مين؟ اصبح اليوزر معاه الحاجه اللي البحث عليها، صح؟ عايز تحذفها معاك، عايز تقبضتها معاك، عايز تبحث عنها خلاص وسكت خلاص، هو بحث وخلاص، مش عايز يعمل حاجه ثانيه. يبقى البحث كده مفهوم مش مفهوم؟ انا لسه ما رحتش للحاسب، مفهوم البحث كده ولا لا؟ حتى لو شفت البحث عايز احذف بقى. جالك عشان تحذفه لازم تبحث. انا قاعدين بحثت، بقى جالك الوقت معايا مين؟ معايا الدواء اللي عايز احذفه. نتيجه البحث. فاروح بقى اقول له السيستم ياخد الدواء ده اهو. الدواء المراد حذفه. الدواء المراد حذفه عندي ولا في السيستم؟ ده انا ماسكه بحثت عنه معايا اهو. صح؟ بعلم عليه. اول ما علمت عليه كده عليه كده رحت حطيته للايه؟ للسيستم. السيستم المفروض يعمل ايه؟ يحذفه. شوف كده ياخده ويحذفه من الداتا بيس. يحذفه من مين؟ الداتا بيس. احنا هنروح للداتا بيس صح؟ ولا الداتا بيس اللي هترجع لنا؟ هنروح. الله ينور عليك. بص يبقى انا هروح للداتا بيس واقول له حذف الدواء. ما هو ده اللي بقول لك عليه. ده اللي بقول لك ان مش هتروح لهنا غير لما تكون انت عديت على دي بس مش اكتر لا غير. انا بقول ان مش هينفع احسب غير لما اعمل ايه؟ احنا ممكن ما نعملوش اصلا. لا لازم تعمل، ده ما ينفعش. ده بقول له ان انت ما ينفعش تحسب غير لما تعمل ايه؟ مش تبحث. بص بقول له تبحث عن دواء الاول. يبحث عن دواء. عشان تحذف بص السهل جاي. يبقى العمليه دي لازم يسبقها مين؟ ده في مشكله في كده؟ وعمليه الحذف كده خلصت. ممكن واحد جميل يعمل لي الاضافه؟ اعمل لي الاضافه، عايز اضيف، عملناها لي شويه. عايز اضيف. الله ينور عليك، بص الاضافه يا قالت الداتا موجوده هنا هتروح لمين؟ للنظام. اقول له بيانات اللي هتضيفه الدواء. البيانات دي هتبقى موجوده مكانها ولا تروح للداتا بيس؟ ولا ترجع؟ لا هتروح للداتا بيس. اقول له بيانات. بص الاضافه رايح. شوف الحذف رايح. انا قلت لك انت في الحذف والاضافه والتعديل هتروح للداتا بيس. هي البحث بس ان الداتا بيس هي اللي بترجع. هو التعديل كده بيزيد الحذف. الله ينور عليك، بس ديك هو بيعدل. عايزين نعمل التعديل. يلا يا هاجر. عايز التعديل. عايز اعدل. ينفع اعدل من السيرش الاول؟ وعشان اتعدلي عملت عمليه تبحث، عملت عمليه تعمل ايه؟ تحذف. اعمل عمليه تضيف. على فكره اللي انا عملته ده غلط. دي غلط اللي هي الاضافه دي. ده انا بوصل اضافه ببحث. ده الاضافه دي عمليه ثانيه يا جدعان. الاضافه دي عمليه اسمها يضيف دواء. كله عمليه، ما هو دي عمليه ودي عمليه. مش احنا قلنا اربع عمليات؟ الاضافه عمليه، الحذف عمليه، البحث عمليه، التعديل عمليه. انا حطيت عمليه في جلب عمليه بس انت ما خدتوش بالك. ممكن اعمل الحذف والتعديل. لا لا لا، دي عمليه ودي عمليه. انا كل واحده لها عمليه. يبحث عن دواء عمليه، يحذف دواء عمليه، يضيف دواء عمليه، يعدل بقى يعمل رابط بينهم، يعدل عمليه دواء. الاضافه مش هوصلها بيبحث. الاضافه مش هوصلها بمين؟ مش هوصلها يا ابني. الاضافه مش مطلوب ان انا. هل انت عشان تضيف لازم تبحث؟ لا. فمش هوصلها. عشان تعدي لازم تبحث؟ عشان تعدي. تعدي لازم تبحث. بعمل ايه؟ السهم اللطيف ده زي ما وصلته للحذف، السهم اللطيف ده اوصله لمين؟ او كده مش هنروح لده غير لما اعدي على مين؟ على البحث. اسال سؤال، الاضافه لازم اوصلها ببحث؟ الاضافه لا ما بضيفش. الاضافه ما ببحث. الاضافه دي حاجه يوم انا بضيف له عشان بعد كده. وهنا ينتج ان احنا عشان نعمل حاجه كده لازم نعرف كل عمليه تحطها فين عشان التقاطع ده ما يحصلش. التقاطع فاحنا لازم نشوف ايه؟ مين اتحط هنا؟ مين اتحط هنا؟ مين اتحط هنا؟ مين اتحط هنا؟
علشان ايه؟ نبدا ايه؟ ما يفرقش ما يحصلش تقاطع هنا، فاهم قصدي؟ فانا همسح كده وننظمها مع بعض، بس بالله عليكم، واحد يعمل الاضافه، واحد يعمل البحث، واحد يعمل اللي هي الاخيره دي اللي هي التعليم. فانا هبدا بايه، وبعد كده هاجر، وبعد كده معتصم، وبعد كده اخر واحد الرجل الطيب. يلا يا ادم. احنا دلوقتي الادمن من حسن حظنا واحنا جينا هنا كده العمليات اللي بيعملها، تعال نشوف الادمن اداره. اداره الادويه والاعلاف. الادمن خلينا ماسكين الادمن. بيعمل اداره الادويه ومين؟ والاعلاف. اداره الادويه والاعلاف. اعمل اللوجن انا اعملها، بس انا عايز ابدا بالاداره دي. طيب تعمل اللوجن؟ نعمل اللوجن الاول ولا نعمل اداره الادويه والاعلاف؟ الاداره هيتدفع كام حاجه؟ مش حوالي، احنا قلنا اي اداره في الدنيا ليها اربع اسماء حرف. الله ينور عليك. فمسكت كده اداره الاعلاف، ايه الكونتكست ده؟ ده اكتب لي اداره الاعلاف، مفيش اي تفاصيل، مفيش اي وضوح، مفيش اي كذا، فببدا ازوم. انا في ليفل زيرو، في ليفل زيرو اهو، ليفل زيرو، ليفل زيرو ده هيمسك الاداره دي ويقسمها، يقول اداره باضافه حذف تعديل بحث. صح ولا لا؟ فرحت مسكت الكائن الخارجي اللي هو مين؟ الادمن. وكتبت الكائن الخارجي اللي هو الباء. وامسك واحد واحد. اول واحد بيعمل اداره ايه؟ الادويه. اول ما اعمل الاقي اداره الادويه اروح الاقي كام عمليه؟ اربعه. لا عليك. اربعه. ايه رايك لو خلينا البحث بالنص؟ احط البحث بالنص بس مش اكتر، عشان هي البحث دي هتبقى مترتب عليها، فاقول يبحث عن مين؟ يبحث عن ادويه، عن دواء. واعمل عمليه ثانيه اسمها مين؟ يضيف دواء. تمام؟ اقول له هنا كده يضيف، دي شكل دايره، دي شكل دايره. شكل دواء. دي شكل دايره، ها؟ عامل المغسلين واحد دايره. هو مغسل الادويه واحد بس. ماشي، هي طبعا دايره. لا مش دايره، هي الزاويه. الزاويه. الله ينور عليك. يبحث عن دواء، انت قلت بيبحث، فاهم ايه؟ ويضيف. يعمل ايه؟ يعدل. يعدل. يعدل دواء. وفي الاخر مين؟ يعزل دواء. يعزف. كم عملية الراجل بيعمله؟ أدي عملية يعزف، يبحث، يعدل، يضيف. مين؟ يضيف. ده شكل دايرة، يضيف دواء. يلا يلا يا آية اعملي لي عملية البحث. يبحث عن دواء. عملية البحث هتبقى من الأدمن للبحث. الأدمن هيروح لعملية ويكتب في جسام ايه؟ معايير البحث. هو حد يلاقيه كده، انا اما انا قاعد كده هو حد يقول ايه؟ يلاقيه كده ويحط كده. بص يبحث عن دواء. اوعى تقول كده، دي بكتب عليها داتا ماشيه، الداتا اللي انت بتمشي تكتبها. اما العمليه بكتب افعال. بكتب ايه؟ افعال. اما هنا بكتب الداتا، فهي المفروض انت إيه تبحث عن دواء، فالمفروض كده تقول الاسم او السعر او الشركه المنتجه او 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 او. فراح تلخص الموضوع ده جاي ايه؟ معايير البحث. معايير البحث. لحد كده حد عنده مشكلة؟ ها لما عملت معايير البحث قال لي احصل؟ هروح الداتا بيز نفسها صح؟ اه هيبقى جدول الادويه. جدول مين؟ جدول الادويه دي هو اللي هيرجع ولا يروح يدخل معايير البحث عندك في الداتا بيز؟ هو اللي هيطلع معايير البحث للداتا بيز. حد كده معايا؟ واكتب هنا مين؟ كل الادويه او كل النتائج. لا لا، كل الادويه، الادويه كلها بترجع، النتائج هترجع هنا. هل هيفضل كده؟ لا. هيرجع مين؟ هيرجع يدي للادمن الاوكي ان هو لقى الحاجه دي. النتيجه، نتيجه مين؟ البحث. معايا كده يا هاجر؟ يلا التانيه بقى. بس فاهم الاولانيه بس اللي عملتها هي؟ قالت ايه؟ معايير البحث. راحت ليه
ليه ما خدتش معايا البحث وحطيتها في الجدول بتاع الادويه؟ ان في البحث انا ما بروحش الداتابيز، ده الداتا هي اللي بترجع لي، بترجع للسيستم صح؟ تاخد نتيجه النتيجه، باخد معاك النتيجه، في مشكله كده؟ تعمل انتر اضافه، يضيف دواء. نضيف دواء. نضيف. نضيف دواء، هنعمل ايه في الاضافه؟ من الادمن للعمليه. اروح للداتابيز ولا الداتابيز اللي هترجع؟ ليه بقى؟ واقول له هنا مين؟ بيانات مين؟ دواء جديد، وهنا مين؟ بيانات الدواء الجديد. لحد كده حد مشكل؟ طب هل العمليه دي يلزمها بحث؟ لو يلزمها بحث كنت هوصل. هل يلزمها بحث متصل؟ الحمد لله. يلا يا مختصر. يلا يا مختصر، عايزين نعزف. عشان تعزف لازم تبحث، عشان تعزف لازم ايه؟ نخش نعمل بحث. اعمل بحث، عاملين البحث الحمد لله. اعمل ايه عشان اقول له العمليه دي لازم ابحث؟ اعمل السهم. اعمل السهم ازاي؟ اللي هو من حذف ال السهم هيبقى اتجاهه كده ولا اتجاهه كده؟ لا لا تحت. حد يقول لي اتجاهه ازاي؟ اما تحت اللي هو من تحت لفوق. يعني ده صح ولا ده؟ اول واحد. اول واحد؟ اه. حد مقتنع بالكلام اللي بيقوله ده؟ بص يا باشا، شوف عشان تلعب توصل لهنا، بص شوف هنا راس السهم، عشان توصل لهنا لازم تبص تبدا من هنا، بص اهو تبدا من هنا عشان توصل لهنا. عكست الدنيا ليه؟ دي بقى حتى معدوله عكستها ليه انت؟ عشان نوصل لهنا لازم نبدا من هنا. عارف هو لو عمل كده عكس الدنيا بخبط الدنيا، عارف لو عمل السهم كده؟ ده عشان نبحث لازم نعمل ايه؟ نعزف الاول، هات كده صح؟ يبقى الاول اللي بيعمل مين؟ البحث. فعشان نعمل كده عايزين لون مختلف كده، لون ازرق، هنميز بلون، هنعمل بلون لون ازرق كده عشان هو ده المميز اهو. اهو لما تكون عمليه، اول ما تلاقي عمليه متوصله بعمليه، اول ما تلاقي شكل دائري كده عمليه بعمليه، تعرفي على طول ان العمليه دي هتحصل جديد. اقول تاني، اول ما تلاقي عمليه بعمليه متوصله، تعرف ان العمليه دي لازم تحصل قبل العمليه الاولانيه. دي قبل دي. في مشكله كده؟ لكن كل الاسهم اللي هنرسمها هي من الكائن الخارجي لمين؟ للنظام. او من النظام لمين؟ داتا بيس. اسال سؤال، عمرك هتلاقي كائن خارجي يتكلم مع داتا بيس؟ لا. لازم وصيف مين؟ النظام. النظام. فانت مش هتلاقي الحاله الشاذه ان العمليه بتتكلم عمليه، امتى عمليه توصل بعمليه؟ لما تكون عمليه معتمده على مين؟ على عمليه. تكون عمليه معتمده على مين؟ على في الحاله بتاعتنا ان انا لازم عشان اعزف لازم اعمل ايه؟ ابحث. عملت السهم ده. يلا يا راجل. طيب ماشي، بس انا عندي سؤال. طب اعمل لي عمليه الحذف ونشوف الاسهم. الادمن عمليه الحذف؟ الادمن هيقول مين اللي هحذفه صح؟ اه. الدواء المراد حذفه. بس خلي بالكوا يا شباب، الدواء ده اهو، الدواء المراد حذفه. خلي بالكوا الدواء ده اللي هو المراد حذفه ده اساسا عشان يسلكته ويختار اصلا ان هو بحث عنه، بحث عنه هو. لذلك ايه؟ السهم ده هو وصلنا اهو. ما بتطلعش مثلا دلوقتي انا عملت ايه؟ اهو جهله، اهو جهله. ايوه عملت معايير البحث. من البحث لعملية الحذف. من البحث ايه؟ من البحث للحذف. اه. المفروض بقى مثلا انا عايز افهم بس كده. من الحذف يبقى للداتا بيز. ما هيروح للداتا بيز. اه. ماشي تمام. بس مش هيروح للداتا بيز غير لما الاوردر يجي له. الادمن يقول انا هحذف ويأكد الحذف. تمام. زميلكم بيقول ايه؟ انا ما كنتش محتاج السهم ده. ورحت وصلت كده على طول. حاسس هو مين اللي عمل العمليه دي؟ مين اللي قام بيها؟ لا الادمن وصل بالعمليه بتاعته. الادمن بيعمل العمليه دي، الادمن بيعمل العمليه دي، الادمن بيعمل العمليه دي، الادمن بيعمل العمليه دي. لازم هو اللي طالع منه، هو طالع من مين ده؟ فزميلكم بيقول لك انا مش لا الادمن هو اللي بيبنه. فاهم قصدي؟ طيب حد كده حدد المشاكل؟ بكتب هنا مين؟ الدواء المراد مين؟ حسب حسب
له مين؟ حذف الدوام. تمام؟ في مشكلة كده؟ حد عنده مشكلة كده؟ طيب مين اللي كان عايز يعمل التانية؟ الأخيرة، تعالى التعديل بقى، ممكن تعمل لنا التعديل؟ الأدمن السهم. الأدمن؟ السهم. واكتب عليه مين؟ يعدل. يعدل. تعديل الدوام. بس هي ثانية بس لازم السهم يكون في البحث. هو بحث أهو. جرب عملية البحث، يا جماعة الحاجة. قال لي بيحصل دلوقتي؟ هعمل رابط ما بين ال ها؟ لازم يطلب منه ان هو يعدل. هو بحث دلوقتي تمام؟ دلوقتي بحث وجات له الحاجة اللي بحث عنها. دلوقتي عايز يعدل فيها. يدخل البيانات الجديدة. صح؟ بعد كده البيانات الجديدة تروح لمين؟ للداتا بيس. صح كده؟ تمام. في أي مشكلة؟ قولي لي قولي لي كنت أقول الأول هعمل الرابط ما بين البحث والتعديل. الله ينور عليك. قالت لي يعدل الدواء ده يعد الدواء لازم عشان اعد لازم مين؟ سامي كده صح ولا غلط؟ ايوه كده صح. صح ولا غلط كده؟ عشان هبحث الاول وبعد كده عشان اعد لازم ايه؟ ايوه ابحث. عشان اعد لازم ايه؟ ابحث. دلوقتي الادمن الادمن هيدخل التعديلات الجديده صح؟ ايوه التعديلات وبعد كده هيرجع للداتا بيس. الله ينور عليك. يروح للداتا بيس بمين؟ تعديلات. تعديلات مين؟ الجديد. في مشكلة كده؟ حد عنده مشكلة كده؟ ها؟ تمام كده يا باشا؟ ها؟ حد عنده مشكلة؟ يبقى أي إدارة أول ما نلاقي إدارة أي حاجة كده ناخد الشكل ده اللي مرسوم عندنا ونروح. إحنا إدارة جديدة دلوقتي إيه؟ دواء. عندنا هنا في اداره مستخدمين مش هعملها لان انت هتعمل ايه يا محمد؟ هتعمل ايه يا مصطفى؟ بص 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 يحذف 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 مستخدم يبحث عن مستخدم يعدل مستخدم يضيف مستخدم زي ما هي بالظبط. عندي اداره ثانيه هنا اداره التنبيهات. ايوه في جدول عندك الأدوية بس والجدول أو نخليهم جدول أنا أعرف أو نخليهم جدول أدوية وعلى الأقل نحط النور هو دواء ولا فإحنا هنعمل هو جدول واحد بس في كولم بيميز هو دواء نوع إيه هو واحد بس جدول واحد بس. المهم دلوقتي إدارة رحت جيت في إدارة تانية إيه مثلا يعني إدارة مثلا المستخدمين رحت جاهزة في إدارة تانية هنا إدارة التنبيهات مش التنبيه واحد بيضيف واحد بيعدل واحد بيحسب فتعمل كده اداره كذا اداره كذا تروح تمسح ده وتزيد وطبعا لما تغير غير هنا برضه الدواء المراد حذفه هيبقى المستخدم المراد حذفه معايير البحث مش تبقى ولا بعد الرسم هي الرسم التنبيهات مش احنا قلنا برضه في التنبيهات سواء ممكن يبعت لواحد لو في حاجه غلط تنتهي او حاجه غلط تخص في التنبيهات مش احنا قلنا ممكن يبعت لواحد السيستم هيبعت تنبيه الف هيرفع من السيستم تنبيه كده الف الارض الارض كانت دي احنا ليه ما طلعناش برضه من النظام هنا اللي هي ايه لسه ما عملناش اهو فين المفروض اهو تنبيه اهو طالع تنبيه انتهاء صلاحيه تنبيه كذا اهو الوعي الثاني برضه يبقى زيها اللي هو اخواتهم كده للادمن صح انت مش عاملهم مش مشكله نظام للادمن طيب اعمل